من ملعب مباراه. هنروح الاول لشريف. شريف بنرحب بيك. مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يا رب باذن الله يا رب يكون يوم النادي الاهلي النهارده، يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق الجونه العنيد، فريق الجونه اللي بيلعب كوره جميله طبعا بلاعبي النادي الاهلي. يا رب باذن الله يكون يمنا بلغه الكوره. يمكن معسكر الفريق اللي موجود في التجمع الخامس هيتحرك بعد قليل الى الاستاد 20-25 دقيقه بكتير باذن الله، ونكون موجودين في استاد القاهره. مباراه طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا في التاسعه مساء. يمكن فايلر اختار 21 لاعب لقائمه المباراه. الشناوي في حراسه المرمى، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، علي معلول، محمود وحيد، محمد شكري، السليه، ديانج، حمدي فتحي، عربي بدري، قفشه، فخري، جيلاردو، اجاي، الشيخ، اليوباجي، مروان محسن. غيابات النادي الاهلي كتير النهارده: وليد سليمان، محمد هاني، حسين الشحات، محمد محمود، محمد متولي، كهربا، سعد سمير، كريم نيدفيد. يمكن النهارده يوم النادي الاهلي بدا من صباح باكر، من الثامنه والنصف صباحا الى العاشره كان الفطار. الغدا كان الساعه 2:30، النهارده الوجبه الخفيفه كانت الساعه 6، المحاضره 7:05، والتحرك زي ما قلت لك الساعه 7:15 الى استاد القاهره. يا رب باذن الله النهارده يكون النادي الاهلي موفق، ويكون 3 نقاط في متناول يده عشان نقدر نعدي العقبه ونصالح كل جماهير النادي الاهلي. النهارده لعيبه النادي الاهلي بعد وجبه الغداء اتكلموا مع بعض وقعدوا مع بعض، وعندهم حافز النهارده يصالحوا كل جماهير النادي الاهلي. يا رب النهارده يكون توفيق معاهم ويكون الفوز من نصيبنا. عوده ليك من جديد كابتن ايمن. اتفضل. شكرا لمراسلنا المميز شريف شعبان، ونروح على ملعب المباراه ومراسلنا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. كل التحية ليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. عايزين نتعرف منك ايه اخر الاخبار، الاجواء هناك، وايه اخبار اللعيبه والجهاز الفني والروح المعنويه العاليه هناك، ايه اخبارها؟ هبدا معاك يا كابتن ايمن من كلامك. يعني لما بنقول جمهوره ده حمايه على الحلو والمره معاه، ده مش شعار، لا دي حقيقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. طول ما جمهور النادي الاهلي في ظهر اللعيبه والجهاز الفني والاداره، كل الامور هتعدي ان شاء الله بالنسبه لنا باذن الله. الفتره اللي جايه كلها تكون انتصارات لفريق النادي الاهلي. يبدا بقى النادي الاهلي من جديد، يعني يغلق الصفحه تماما، نعود بقى للارقام القياسيه والانتصار والفرحه، ونشوف شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، روح الفانيله الحمراء النهارده. مباراه غايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، منها لاستعاده الثقه من جديد ومصالحه لكل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ينتظر الكثير خلال المرحله القادمه، تحديدا في بطوله الدوري العام، والهم الاكبر بقى طبعا والحلم الكبير لكل جمهور النادي هي البطوله الافريقيه. لكن معودنا النادي الاهلي مرحله مرحله، مباراه مباراه، مجرد المباراه بتنتهي بنبص للمباراه القادمه. لكن لو بتكلم على الاجواء بقى والحاله المعنويه وحاله اللعيبه، خلاص بقى يعني ده نقول في تركيز كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، عندهم هدف ان شاء الله النهارده. اما بنتكلم على الرغبه وتجديد الدوافع، ده مش امر سهل، لان انت تجدد الدوافع في كل مباراه كابتن ايمن، ده امر محتاج شغل كبير جدا من الجهاز الفني ومن اللعيبه. اللعيبه بتقعد مع بعض، بتتكلم مع بعض، بتقول الفتره اللي جايه لابد ان احنا نحقق انتصارات ونحقق نتائج، ننسى كل اللي فات، عندنا هدف، وهو الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله النهارده تكون المباراه مهيئه، الظروف، كل الامور ان شاء الله النهارده تصب في مصلحه لاعبينا. الجهاز الفني النهارده يكون موفق ان شاء الله في اختيار التشكيل الامثل اللي يخوض به هذه المباراه. لكن يمكن النقطه اللي عايز اتكلم عليها، عندنا بعض اللعيبه كده عندهم انذارات، يعني ان شاء الله النهارده بقى يبقى في ضبط نفسي كبير، ما بقاش في التحامات كبيره. عندنا يمكن علي معلول وعمر السليه وحمدي فتحي واحمد فتحي عندهم انذارين، ان شاء الله النهارده ما يبقاش في اي حاجه تعوق فريق النادي الاهلي، لان عندنا مباراه المصري كمان المباراه القادمه ان شاء الله نخش يعني الفول تيم بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. كمان نقطه مهمه جدا يا كابتن ايمن عايز اتكلم عليها، هو التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي من خلال رؤيتنا ومن خلال الجاهزيه لكل اللعيبه المتواجده في التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. ابدا معاك في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال لليمين علي معلول، ايمن اشرف، رامي ربيعه، احمد فتحي، في الامام اليوديانج وعمرو السليه، على الاطراف جونيور اجاييه وجيرالدو، في الامام محمد مجدي قفشه وبادجي. دي نقدر نقول التشكيل الاقرب لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله بيتمنى له كل التوفيق ويعود لسلسله انتصارات. وان شاء الله كالعاده جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي للعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته واعضاء الجمعيه العموميه. شكرا كريم، بالتاكيد تغطيه